للدجاج التندوري رح تحتاجوا لدجاجة من الجزيرة، 3 معالق كبيرة من اللبن، 3 معالق كبيرة ليمون، 3 معالق كبيرة زيت شعبان، 1 معلقة كبيرة من صلصة البندورة، 1 معلقة صغيرة من الثوم المهروس، و 1 معلقة كبيرة من الملح. كمان رح تحتاجوا ل1 معلقة صغيرة فلفل أسود، 1 معلقة صغيرة بابريكا، 1 معلقة صغيرة من الكمون، 1 معلقة كمان صغيرة من الكزبرة، 1 معلقة صغيرة زنجبيل، 1 معلقة صغيرة من الجرام مسالة، وملون طعام. امتياز، عم بيسألونا كمان عن بهارات الجرام مسالة أو شو هي؟ طيب الجرام مسالة يا جماعة نفس بهارات المشكلة مضاف لها كمون وكزبرة. تمام؟ نفس الإشي؟ نفس الإشي مضاف لها كمون وكزبرة، تمام، وكاري فقط. أوكي. تمام؟ طيب لما أهلا وسهلا فيكم وفيكي كمان، شكرا كتير حبيبة قلبي، والله إنك أنت المتميزة. زهرة بتقول جعت كتير فرح أطفي التلفزيون وحدي. الله يا زهرة، ليش بدك تطفي التلفزيون؟ كمان ميساء بتقول لك البهار الهندي بنقدر نعمله من البيت؟ طبعا قلت لكم جيبوا بهارات، لا لا لا، جيبوا بهارات مشكله، حطوا عليهم معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، معلقه من الكاري. بدها تقولي دارين شوف الدجاج. شوف الدجاج، ما بقول لكم لازم دارين. لا اموره شوي ممتازه، خلاص راح نطفي عليه. تمام، خلينا نحكي لهم عن البهارات المشكله مره ثانيه. البهارات الجرم مسالة، الجرم مسالة بتحطوا بهارات مشكله لانها بتيجي جاهزه، فيها هيل، فيها قرفه، فيها قرنفل، فيها بهار حلو. هاي البهارات المشكله بتضيفوا لها شوي من الكزبره، او معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من الكمون، لانه الكمون بيدخل كثير من البهارات الهنديه، وبتضيفوا لهم شوي من الشطه وخلاص. تمام، نيجي على التندوري. التندوري اللي هو الدجاج اللي بيكون لونه كتير احمر بالمطاعم الهنديه. طريقه تتبيله كتير سهله، انا عندي هون لبن يا تمارا. عم بسالوك زي الزلابيا، زي الزلابيا الخبز. والله كتير ألذ. بس بشبهه، يعني بشبهه كتير، بشبهه كتير. الزلابيا شوي امرق بتكون العجينه، الزلابيا نوع من انواع الحلو كمان النابلسي. اوكي، رح نحط البهارات اللي عنا. انا ما رح احط كركم، رح احط بهارات جرا مسالة، بهارات مشكله اللي بدكم اياها. انا صراحه انا بخلطهم بالبيت، رشه قرفه. لازم اضحكك. ايش ام فاروق بتقول؟ انا عامله حجر حاليا ساعه لاولادي عشان اعرف احضر الحلقه. شوي ليمون ما ألزهم الصراحة. عاملة حجر، أنا عم بتخيل فجأة ربطيتهم بالباب واحدة. لا تخيلي. طيب وعندي أنا هون صبغة ألوان طعام، بستخدم اللون الأحمر. والله. أوكي، وين الزيت؟ الزيت شعبين. شفتي اللاين الفتحي اللي يازز؟ شفت ما شاء الله، يعني انت بدك مصنع. والله والله يركض وراك بالبيت وهون وكل مكان. بدي احكي كمان اليوم انه استخدمنا من امريكان جورمنت كل المايونيز، الكاتشب، الخردل اللي بتحبوها جنب هاي النكهات. عندي الدجاجه من الجزيره، انا مقطعتها نصين، بحبها تكون نصين، باخذها. هلا كل انواع الدجاج اللي عملتها اليوم، كل ما تبلت يا جماعه، كل ما شو، كل ما طلعت زاكية اسكر، كل ما طلعت اطيب. هي لونها، هذا اللون اللي بدي اياه. شو هذا اللون بدي اياه؟ شو؟ ايش؟ شو بيطلع معنا لما بنحط هذا؟ الايش؟ شو؟ 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 بيطلع معنا اطيب وألذ، ماشي؟ بيطلع معنا اطرى، اطيب، بيستوي اسرع. باخذهم بغلفهم وبتركهم بالثلاجة تقريبا ما يقارب اليوم. انا بالليل بعملهم وثاني يوم بطبخهم عليه، بدي اورجيهم الدجاج بعد ما يطلع من الفرن. هذا بالفرن ما بنقليه. لا 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 لا، شو بنقليه؟ ما بنقليه، ما بنقليه ابدا. شوفوا انتوا، احكي لكم، ركزوا بالحلقه بالحكي والكومنتات والمسجات مع مين؟ مع تمارا. اما موضوع الطبخ ركزوا معي. من الاخر يعني هذا الدجاج على فكره لسه ما خلص، في فحمه هلا رح تيجي بالطريق هيها. رح نغطيه بورق فويل. طبعا كيف بدنا ما حكيت لهم انه لازم ندخله على الفرن، بتغطوه بورق فويل، بتتركوه بالفرن تقريبا ساعه وربع، بعدين بيتحمروا لانه احنا ما عندنا فحم هلا. اللي عنده فحم يستويه على الفحم. بس انا كيف بدي اعطي نكهه الفحم؟ كيف هيني بدي اجيب فحمه واحطها واتبله واخليه ياخذ بصير زي المدخن المبخر.